أجواء سلمية ورقية هي تلك التي ميزت بداية الوقفة الاحتجاجية التضامنية التي نظمتها لجنة دعم حراك الريف بمدينة لياج البلجيكية عشية يوم الأحد 18 يونيو 2017، حيث أخذ المتظاهرون مكانهم أمام قصر العدالة بساحة سالومبير بمركز المدينة، حيث رفعوا شعارات ينددون فيها بكل ما يقع بمدينة الحسيمة من اعتقالات ومحاكمات والتي وصفوها بالتعسفية والغير العادلة. بعد نصف ساعة من بداية الوقفة الاحتجاجية تفاجأت اللجنة المنظمة بقدوم أحد العناصر التي أرادت الإخلال بسير التنظيم، حاملين أعلام مغربية ومرددين أقوالا وهتافات تمس بكرامة المحتجين، مما أدى إلى مشادات كلامية وجسدية، كما أقدم أحد هؤلاء الذين هاجموا الوقفة على استعمال غاز مسيل للدموع ضد أحد نشطاء الشكل الاحتجاجي، مما تطلب تدخلا عاجلا للقوات التابعة لشرطة مدينة لياج البلجيكية لتفريق المحتجين وإنهاء الوقفة الاحتجاجية لدواعي أمنية. للإشارة، فإن هذه الوقفة تعتبر الأولى من نوعها بمدينة لياج، وكانت قد دعت إليها لجنة دعم حراك الحسيمة التي أسست منذ أسبوعين بمدينة لياج البلجيكية وبتنسيق مع عدة لجان في عدة ربوع المملكة البلجيكية. Thank you.